نروح إلى أمر آخر، وهو التوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علوتين بتكلفة وصلت ل 8 مليار جنيه، وده بيعكس بالتأكيد اهتمام القيادة السياسية بتحسين الأحوال المعيشية للعاملين في الدولة، وخاصة أن دي الزيادة الثالثة في أقل من 3 سنوات. انتصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الموظفين للمرة الثالثة في مدة زمنية وجيزة، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وتعتبر هذه الزيادة للمرة الثالثة على التوالي، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالي 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى في الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، والآن زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر. وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات، سنجد أن هناك ارتفاعاً بنسبة 125%، وهي أقصى زيادة في دخول الموظفين في الدولة، ولتعد زيادة الأجور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأعلى على مر التاريخ. كما وجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30,000 مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل الإجمالي إلى حوالي 3.1 مليار جنيه. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. زي ما تبانى مع حضراتكم في هذا التقرير، الزيادة الثالثة، يمكن الزيادة السابقة كانت في شهر 7 بعد أقل من 6 شهور، في زيادة للمرة الثالثة في الأجور، الحد الأدنى طبعا للأجور. أنا دايما بحب يعني أبص على التوقيت اللي بتحصل فيه القرارات، التوقيت أنه أنا أتكلم طبعا اقتصاديا في أزمة تضخم عالمية، وبكل تأكيد بتلقي بظلالها على الاقتصاد المصري بكل تأكيد. إن الزيادة دي تحصل دلوقتي يا حسام، طبعا يعني برضو خلينا نقول إنه في زيادة في الأسعار بكل تأكيد، ومش هنقول إنه في يعني نسبة وتناسب بشكل كبير، ولكن برضو خلينا نقول دي بتحصل زيادة 3 مرات من غير ما حد يخرج ويطلب. بالظبط، يعني فكرة التوقيت دي مهمة جدا، وفكرة إن في متابعة وفي استجابة من الحكومة لمطالب الشعب، وزي ما قلنا امبارح مع صدور القرارات، هي خطوة من ضمن خطوات كتيرة أكيد هتحصل في المستقبل. الأسعار لازم يتم السيطرة عليها، الحد الأدنى هيعلى للأجور، وده الكلام اللي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا.